وان تاتش مع محمد عماره. عندك ايه النهارده في المطبخ؟ عندي الزمالك واسوان. ماشي. في البدايه نحط عنوان كده للمباراه. يلا. الزمالك محتاج تدعيم. الزمالك ما عندوش دكه. لان بمنتهى البساطه مباراه النهارده دليل واضح وصريح ان انت لو ال 11 اللعيبه الاساسيين اللي عندك مش في مستواهم، غاب عنهم التوفيق، ما كانوش في افضل حالاتهم، ما عندك مشكله. فالزمالك محتاج تدعيم في اي مركز؟ المراكز الاماميه. انت مصطفى محمد ملوش بديل. مهاجم ملوش بديل. عمر السعيد باتشيكو واضح ان هو لا، مش هو ده المهاجم اللي هو يعتمد عليه. اشرف بن شرقي ملوش بديل. احمد سيد زيزو ملوش بديل. فبقيت التغييره الوحيده اللي عند باتشيكو على الدكه هي شيكابالا. وشيكابالا في الاول والاخر هيغطي مكان يوسف اوباما، هيغطي مكان زيزو. بس ما عندوش حلول تانية. انت لازم عشان بتفرقه بتنافس على دوري وعلى دوري ابطال افريقيا لازم عندك حلول كتير. طب انت لو مصطفى محمد مش موفق ايه اللي هيحصل؟ لو اشرف بن شرقي مش موفق ايه اللي هيحصل؟ فبالتالي النهارده مباراه طبعا بعيدا عن الحظ، الزمالك قابله سوء حظ غير طبيعي النهارده. النهارده اي واحده من الثلاث اربع كرات اللي جم في القوايم وفي العرض الزمالك عدي ده بالظبط. فبعيدا عن الحظ، احنا ما بنتكلمش على الحظ، بنتكلم على معطيات المباراه، لان الزمالك عمل حاجات كتير جدا كان تكفينا انها تجيب له اهداف. ولكن غاب التوفيق وغابت في لعيبه ما كانتش في افضل حالاتها. فانت المفروض يبقى عندك حلول كفرقه بتنافس على دوري وبتنافس على دوري ابطال افريقيا، لان اي لعيب من دول لو غاب انت بقى عندك مشكله، ومشكله كبيره. يعني خلينا نتكلم على مصطفى محمد الاول. يلا، عندك حالات لمصطفى محمد؟ يلا بينا. ان الجون الاولاني هنتكلم عليه. مصطفى بعيد عن التشكيل بقاله كتير. واضح ان هو نازل النهارده مركز جدا. لو نكمل اللعبة، لو نشوف اللعبه. النهارده مصطفى مركز جدا، عايز يعمل حاجه. بص، واقف استنى كوره، تحرك رائع ما بين الخطوط. يعني وفينش اكثر من رائع، ساعده طبعا التمركز الخاطئ من هو كمهاجم. الله عليه، عمل اللي عليه. الله ينور عليك. يعني وتمركز خاطئ من عمر رضوان حارس اسوان طبعا. ايه خلق الجون ده؟ نقطه تحول. يعني معلش قبل ما نشوف الكره دي، الجون اللي فات ده اللي هو الاولاني ده نقطه تحول في المباراه. جون يركب الزمالك المباراه ويسجل اكتر من جون، يجيب معنويات للعيبه. مصطفى محمد يفوق وخلاص، يحط نفسه جوه بقى الزمالك ومركز، والاهداف جت بتشتغل وكل حاجه. بقى وهيفك من الاول الفرقه وكل حاجه من دفعه قدام اسوان بالظبط. او جون يخلي اللعيب يبقى مشتت، يخلي اللعيب يخرج سنه سنه من المباراه. ليه؟ لان هو اتلغى الجون اللي هو الدنيا في ده في اول دقيقتين. اول دقيقتين اهو، فانت جايب جون، فيعني وجايب جون حلو جدا. يعني انت بتحرك حلو وعملتها حلو وعملت كل حاجه حلو، والجون اتلغى. فسنه سنه اللعيب بيبتدي يخرج من المباراه، بيبتدي. ودي الكوره بقى اللي جت له في اخر الشوط الاولاني. دي الكوره الوحيده اللي جت صريحه لمصطفى محمد غير الهيدرز. يعني اتلعبت له من ضغط اشرف بن شرقي، اتلعبت له كوره. بص، مصطفى محمد خلاص لعيب مشتت جدا هو دلوقتي. فكر تفكيرين، الكره دي نفس، يعني شوف الكره الاولانيه اتصرف فيها ازاي والكره دي اتصرف فيها ازاي. الكره جات له هو عمال يفكر، مش جاهز، مش مركز، خرج بنفس مش بنفس تركيزه. هو لو لسعه واحده مننا جول خلاص. هي شوطه بتاعته، هي شوطه بتاعته. هو بتاعته. لو هو في تركيزه وهو ممكن ما يكونش، ممكن ما يكونش الموضوع له علاقه بالتركيز في المباراه بشكل عام بقدر ما له علاقه بالتركيز في الكره دي، انه مثلا فكر تفكيرين. لانه تحس كده، تحس ما بقول لك ده وارد. واللي هو اللي فرق بقى كمان ان مصطفى محمد كمان ضيع كتير وكور حلوه، يعني عملها كانت المفروض تروح وما راحتش. فمباراه زي دي ممكن تخلي اللعيب يبتدي يخرج شويه من حساسيه الاجوان. المهاجم انت عارف بيحب الكره على طول تروح. والمهاجم لو فورمته اي حاجه بتروح. فلو عمل واحده والثانيه والثالثه وما راحوش بيبتدي فيها مشكله. هنشوف بقى الزمالك لعب على ايه النهارده. باتشيكو لعب على العرضيات، لان فرقه اسوان مقفله كل العمق، ولعب مقفل مفاتيح لعبه كويس جدا، قافل على امام عاشور، قافل على الجنبين على قد ما يقدر. يعني كابتن علاء عبد العال كان موقف النهارده مش اتوبيسات ومش اتوبيس، كان موقف ترسانه التريلات في ال 18. ده حقيقي فعلا. والحقيقه انا بحترم جدا المدير الفني اللي بيتعامل وفق الامكانيات. ده الكلام اللي قلته على كابتن محمد يوسف في ماتش البنك، وده الكلام برضو اللي بقوله على كابتن علاء عبد العال، انه بيصعب المهمه على الفرق الكبيره. ما كنتش العب كده قدام الاهلي وقدام الزمالك، العب كده قدام مين يعني؟ بالظبط كده. كمل. انا لو هشوف بس الاحصائيه النهارده، الزمالك عمل 47 عرضيه. فوق الكروسات تحت خالص، اخر حاجه تحت خالص. ماشي. 47 كره عرضيه. اللي بالازرق دي 47 كره عرضيه الكروس دي للزمالك. 17 منهم لعيبه المهاجمين او العرضيات جت صحيحه. يعني اللعيبه استغلتها. طيب. يعني الزمالك النهارده استغل العرضيات، مش بستغلش وهو ريك ده،
وهنطلع فوق خالص. دي الاهداف المتوقعه النهارده للزمالك. الاكس جي ها؟ الاكس جي. الاهداف المتوقعه عنده اكتر من اربع تجوان. يعني الزمالك المفروض اقل حاجه يسجلها اربع اهداف. مقارنه طبعا باسوان. يعني اسوان اتاحت له فرصتين، جونين الا ربع، جونين الا ربع. هوريك بقى في العرضيات اللي اتلعبت ان الزمالك بالعكس استغل كل العرضيات، ولولا غياب التوفيق ويعني ونوع ما سوء تقدير من اللعيبه في بعض الكرات الثانيه كان الزمالك سجل. كل الكرات واخدها لعيبه الزمالك، من الكرات العاليه كلها كسبوها لعيبه الزمالك. بص واحده ادي الونش كورتين لوحده، واحده في العارضه وواحده جت جنب العارضه، ادي الكره الثانيه كورنر برضو بتاعت الزمالك. كل الكرات العاليه وكل الكرات العرضيه خدوها لعيبه الزمالك بمنتهى السهوله. يعني المراقبه ما فيش. بص مصطفى محمد ادي واحده، مصطفى محمد عنده بتاع 3 4 كرات ثانيين، لعيب جامد قوي في الكرات الراسيه. ادي حازم امام هيلعب العرضيه، وادي اوباما. بص يعني كل الكرات العرضيه تفوق عليها لعيبه الزمالك بشكل كبير جدا في منطقه الجزاء. صحيح. وادي طيب برضو كره عرضيه. طيب ايه اللي بعده؟ طب كابتن علاء عبد العال هاجم الزمالك ازاي؟ ماشي. كان بيلعب على ايه؟ لو رحنا لحاجه اسوان، نروح بقى يا جماعه للحالات بتاعه اسوان. خلاص احنا خلصنا حالات الزمالك في الشوط الاول والثاني. احنا بنتكلم على كام جزئيه مهمه في الزمالك. هو نمط الزمالك الاعتماد على الكرات العرضيه ونجاح لعيبته ان هم ياخدوا كل الكرات العرضيه، وان هم ليهم يمكن اكتر من اربع او خمس اهداف متوقعه. نروح بقى على طريقة اسوان. خلينا نقف هنا. بص ده الثلاثي اللي مرمي في منتصف ملعب الزمالك. الراجل جون افيري المهاجم الكيني اللي تعب جدا دفاع الزمالك، عداء جدا يعني صعب غير طبيعي. يعني انا انهكم. وعلى الناحيه اليمين محمد اسامه حسن، وعلى الناحيه الشمال احمد الصغيري. صحيح. هي فرقه اسوان الحقيقه برضو يعني انت لازم تديها حقها. يعني انا بشكرك طبعا يا عمار ان انت مركز في انه تجيب لنا كل التفاصيل. كمل. بص يا سيدي، الثلاثي ده مرمي. هم كابتن علاء عبد العال بيلعب زائقهم. الراجل ده هو استلم الكره. انا الكره دي كانت غرضها بالنسبه لي اوريك الثلاثي ده مرمي لوحده في منتصف ملعب الزمالك، وهو كابتن علاء بيلعب على الكره دي. لو الكره معاه هيلعب على الثلاثي ده. الثلاثي ده بينهم وبين بعض هم اللي هيعملوا الشغل الهجومي كله. مش محتاج اكتر من كده. الراجل بيحاول فبتقطع منه الكره، فدي الكره اللي معاهم. طب الكره لما تبقى، معلش نرجع بيها ثانيه واحده، نرجع يا جماعه، نرجع نجيبها بس من اولها ثانيه واحده. طب يعني لا، اللقطه اللي بعديها لا معلش يعني نهايه اللقطه دي، اللقطه بقى اللي بعديها. الكوره لما تبقى مع الزمالك ويقطعها اسوان يعمل الهجمه المرتده. ده احمد سالم صفي، ده الظهير الايمن لنادي اسوان. بيلعبها لمحمد اسامه حسن اللي هو الجناح الايمن. محمد اسامه، بص احمد سالم صفي اتحرك وراح خلاص بيهجم. دي المرتده بتاعت اسوان. خد احمد سالم صافي الكوره عايز يلعبها لجون افيري، خبطت في الونش. محمد اسامه حسن بيهرب وبيخبط، ودي كابتن علاء عبد العال بيهرب، عمال يهرب ودي اللي كابتن علاء عبد العال لعب بيها. الراجل محمد اسامه حسن ده عشان تدخل الباك اليمين ضرب الخط الظهر بتاع الزمالك. صحيح. فبقى طارق حامد وامام عاشور طبعا لما بتضربه في المرتدات فاي زياده عدديه بيعملها. صحيح. فجت الكوره خطيره. الكوره اللي بعديها برده مرتده ثانيه بتلعبت الكوره. هو ده سلاحه الوحيد. بص بقى المره دي العكس. جون افيري هو المهاجم، طلع محمد عبد الغني بره الكادر خالص. بص هيفضل محمد عبد الغني عايز يخطف منه الكوره. الراجل مكمل. لعيبه اسوان عماله تزيد اهي، رايحه المرتدات. الراجل هيلعب الطوليه. محمد عبد الغني بص فين؟ مع جون افيري. الراجل خلاص راح. احمد الصغير اهو خدها، وبقوا 3 على 2. الكوره دي لو استغلوها اسوان بشكل كويس كان ممكن تتسبب في هدف. خطوره كبيره. صحيح، عملت خطوره كبيره على. طب ايه اللي حصل؟ باتشيكو عدل الموضوع ده في الشوط الثاني. قال لعيبه الزمالك الناس دي ما تستلمش. ادي بقى دي في الشوط الثاني. هجمه مرتده اهي لاسوان، عايز يعمل هجمه المرتده خلاص. الونش ومحمد عبد الغني طول الشوط الثاني الراجل جون افيري ده ما يستلمش كوره. قبل ما يستلم الكوره تكون الكوره مقطوعه منه، راح واخدها. بص محمد دي بقى التعليمات اللي الراجل اشتغل عليها في الشوط الثاني عشان يمنع اي هجمه مرتده. اقتل الكوره في مهدها. اول لما تشوف جون افيري اضغط هات الكوره من الحته ديت بالظبط. وده يعني ده الونش ومحمد عبد الغني عمل الكوره دي اكتر من مره. اخر بقى حاجه معانا لامام عاشور. ماشي. انا عايز اوريك امام عاشور. بص انا لازم قبل ما نتكلم بس على اللقطه دي اشيد بباتشيكو، لان باتشيكو انت المدرب بتحكم عليه او بتقيمه من خلال مستوى اللاعبين. الحقيقه ان باتشيكو مدرب يعني تقدر تحكم عليه من مستوى اللاعبين الفردي. يعني انت بتتكلم على الونش
مقدم من اول الموسم اداء رائع جدا. محمد عبد الغني هو ثبت لعيب قدم مدافع للكره المصريه النهارده بيثبت اقدامه، لان انت ممكن تلاقي محمد عبد الغني ده خلاص في المنتخب. لعيب مهم جدا وتحسن كتير جدا، المنظومه الدفاعيه كلها اتحسنت. احمد فتوح جاي بقاله مفيش ده اول اربع خمس ماتشات واول موسم، تحس انه مع الزمالك بقاله موسمين ثلاثه. نفس مش هنتكلم على الاداء الهجومي اللي هو قبل كده امام عاشور عشان النهارده ما سجلش الزمالك، ولكن الكلام ده مع امام عاشور، الكلام ده مع يوسف اوباما، وغير ده كله المنظومه الدفاعيه دي اقوى منظومه في الدوري السنه دي، ما دخلش فيها غير جونين بتاعت الزمالك. وكل ده وهو ما لعبش بمحمود علاء اللي هي الثنائيه الافضل بالنسبه له، محمود علاء والونش، غير مباراه واحده بس بتاعت بيراميدز. ملاحظه، برافو عليك يا محمد بصراحه. فهوريك بقى امام عاشور. بص امام عاشور دي خلاص الثقه اللي اداها له باتشيكو بقى بيعتمد عليه. بص عمال يقول لحازم امام اطلع يا حازم، اطلع حازم، اطلع مالكش دعوه، اطلع اجري. ليه؟ عايز يخلي اسوان يرجع، وعايز يفضي مساحه. امام عمال بيشاور بايده، روح عشان يخلي حازم امام الناس لعيبه اسوان تركز مع امام عاشور، تركز مع حازم امام، واوباما يتفتح له السكه عشان يلعبها له لو كان استغلها صح. اعمل ستريتش الملعب بالظبط. وده السلاح الثاني اللي كان بيستخدمه طبعا باتشيكو موصي بيه امام عاشور، التسديدات اللي كانت انه قبل كده كانت موفقه بس النهارده ما كانتش موفقه في كورتين. صحيح. طيب ده كلام مهم جدا جدا. عندي سؤال اخير، انت اشدت بباتشيكو على مستوى الارتفاع المستوى الفني للعيبه كافراد وبالتالي كمنظومه ككامل لما سلطت الضوء على منظومه دفاعيه. من بعض ما يوجه الى باتشيكو من نقد هو التغييرات المتاخره النهارده، الدفع بتغييرات متاخره خلت جماهير الزمالك ليه بتبقي تغييراتك ليه الفتره الاخيره؟ تعقيبك ايه وتعليقك ايه في الحته دي؟ المدرب اللي بيتاخر دايما في التغييرات دي اعرف ان هو مش مقتنع بالحد اللي عنده. لو مدرب عنده لعيبه على الدكه هو مقتنع بيهم بنسبه 100% او مقتنع بجاهزيتهم مقتنع ان هو لا خلاص انت خدت فرصتك 55 دقيقه 60 دقيقه 65 دقيقه بكتير هتلاقيني بغير، لان في لعيب على الدكه انا واثق ان هو لو نزل هيعمل فرق. لا هو واضح ان هو ما عندوش لعيبه على الدكه تنزل تعمل فرق، فبالتالي تغييراته كلها في الدقيقه 80 الدقيقه 85 اللي هي تغييرات يعني لا تسمن ولا تغني من جوع، خلاص انت منزل لعيب في اخر 10 دقائق 5 دقائق وهو مش مقتنع. فلازم تدعيم باتشيكو، لازم يدعم له، لازم يبقى عنده صفقات. محمد بشكرك شكرا جزيلا النهارده، تحليل مميز وتركيز عظيم، بشكرك شكرا جزيلا كالعاده يعني حبيبي.